قناع الحمص لتبييض البشره من احسن واروع القناعات لتبييض البشره وصالح جميع انواع البشره بما فيهم البشره الحساسه ومن افضل القناعات اللي كيعطيو نتائج جد رائعه. من فوائد الوصفه انها كتوحد له البشره، كتاخر ظهور التجاعيد وعلامات تقدم في العمر، كتعالج داك الاحمرار بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه وكتحمر لهم البشره زياده عن اللزوم، ترطب البشره وكتحميها بالجفاف بالنسبه للناس اللي كيعانيوا مشكل جفاف البشره، وكذلك عباره على قماش اي مقشر طبيعي كتقشر الخلايا الجلد الميته. الوصفه من جوج مكونات، المكون الاول هو الحمص والمكون الثاني هو الغسول الابيض او الصلصه الابيض. ندوزو مباشره طريقه التطبيق والاستعمال. قبل ما ندوزو كل شيء الدراري والدريات يدير جيم وكومونتير يوصل الفيديو اكثر عدد ديالنا. اول حاجه غنديرو ناخذ ملعقه من مسحوق الحمص، ومن بعد غنزيدو عليهم ملعقه من الغسول الابيض، بعد ذلك نضيفو عليهم القليل من ماء ورد بشرط يكون اصلي. نخلطوا المكونات جيدا حتى يتخلطوا فيما بعضهم البعض ويتجانسوا لينا ويوليو لنا على شكل عجين. من بعد نديروه في الوجه او الرقبه او المكان المراد تبييض ديالو، يعني هذا القناع يقدروا نديروه حتى المناطق الحساسه، يبيض من اول استعمال بدون اي اثر جانبيه. الحاجه اللي مهمه انه صالح لجميع انواع البشره، خليه حتى ينشف او يجف بعد رشه بماء ورد نهار ونهار لا، نداوموا على هذه الوصفه حتى الوصول للنتائج المرغوبه. بالنسبه للاسوكس اصل المصدر هو من كتاب عالج نفسك بنفسك للدكتور وليد امين اخصائي في الاعشاب والاشياء الطبيعيه. كل شيء يدير جيم ويبارطاج الفيديو وصل اكثر عدد ديال الناس. شكرا.